أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو قال إنسان الله هو المعبود، أنا أوحد الله وأعبد الله، يكون مؤمن؟ لا. لو قال شخص الله المعبود، الله معبود، أنا أعبد الله، نقول هذا ليس بتوحيد، ما يكفي كونك تعبد الله، بل لا بد أن تنكر عبادة كل معبود سوى الله، لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا حصر نفي وإثبات، لا بد من الأمرين، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فلو قال شخص أنا أعبد الله فقط، هل أنا موحد؟ نقول لا، لا ما يكفي كونك تعبد الله، لا بد أن تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غير الله، وهذا هو كفر الطاغوت، وهذا ما يحصل إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله.